عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري في العاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس. وأقر المجلس في اجتماعه سد الشواغر في بعض شعب الاستئناف وبعض المحاكم الابتدائية بمحافظتي تعز وحضرموت. ونظر المجلس في عدد من التظلمات المقدمة من بعض القضاة واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة. كما ناقش المجلس عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأقر محضره السابق.